الشركات في الأردن، والنساء نسبة النساء الموجودات في مجالس إدارة الشركات نسبة جدا متدنية، على الرغم من أنه الكثير من الدول في العالم انتهجت نهج ذو مردود اقتصادي حقيقي، وحققت نتائج الشركات بسبب مساهمة النساء في إدارة الشركات بصورة أفضل. فأنا بقترح في مطلع المادة B1 أن نضيف عبارة مع مراعاة التوازن بين الجنسين، دون أن نشترط مبدئيا نسبة محددة حتى لا يعتبر البعض أن ذلك وضعا للعصي في التوالي. والفقرة 2 ألف أقترح أن يتم خفض سن المحدد لأعضاء مجلس الإدارة، يعني لماذا الذهاب إلى 25 عام؟ يعني أنا أعتقد بأن الأهلية القانونية كافية، وإذا ما أردنا أن نكون أكثر تحوطاً قد يكون سن 21 عام سن مقبول، لكن مش معقول أنه إحنا نقصي الشباب ما بين 18 وال 25، يعني 7 سنوات، هذه 7 سنوات كاملة ممنوع أن يكون هؤلاء أعضاء. بنحكي عن تشغيل شباب، بنحكي عن ريادة، وبنحكي عن فتح مجالات للشباب، بستغرب يعني حتى يمكن لازم وزير الشباب يتكلم بهذا الموضوع، يعني 25 سنة ليش؟ يعني هو بده يدير بلد، ما هو كلها شركة، يعني بالأول وبالآخر شركة وعمل تجاري، والأهلية القانونية كافية، فلماذا وضع هذا الشرط حتى نستثني كل من هم من عمر 18 عام لعمر 25 عام؟ وشكرا سعادة الرئيس. بفضل الله عز وجل ثم جهود الدفاع المدني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة التطوير ونشام العقبة من أبناء العقبة كافة، كان لكل هذا الجهود بفضل الله أن عدينا هذه الأزمة بكل أريحية، فلهم الشكر وللإعلام كذلك ولكل من ساهم في هذا العمل، شكرا لهم. أن يعطونا عدد الزملاء اللي ذاقوا فترات تزيد عن 40 و50، قال لا يعقل عذر ولا بدون عذر، وفضحنا امام الراي العام، خلي الجديد ما يحضرش الجلسات يا سيدي، الراي العام يحاسبه، يعني هو الراي العام بيحاسبه لهذا السبب بدون مؤاخذه بناء على قرار مجلس الامين العام يتلو الاسماء الغايبه، ايش بعذر ايش بدون عذر، بس انا بتحفظ على معظم الاسماء، هذه نقطه. النقطه الثانيه معالي الناس، يعني انا تايه بهذا القانون، بده تقول لي ليش؟ انا عندي قانون الشركات، كل المواضيع الوارده في هذا القانون موجود في قانون الشركات. ابو ايش يقول لك ممنوع التصفيه الا من خلال البنك المركزي. طب البنك المركزي ينتقل من بنك مركزي راقب البنوك الى شركات تامين اللي في وزاره التجاره الصناعه والتجاره، مراقبه الشركات، دائره التامين، هذه بدون جهات ضخمه. اذا البنك المركزي انا بكون غير مؤهل لاداره الشركات التامين، ودليلي على ذلك دليل على ذلك انه بنك البتراء انه 30 سنه تحت التصفيه وما عملوش في شيء لغايه الان، وجددوا له جكر فينا جددوا له لمده عام 30 سنه، بينما اول رائد الفضاء يا معلم صعد الى القمر بعد 13 يوم، معقول دوله تدير ل 30 سنه وتوكل حقوق العباد وما يقدر البنك المركزي نعطيه حمل جليل؟ فانا ايضا اتحفظ على هذا الامر. ثانيا أن يكون حسن السيرة والسمعة، الإخوان في اللجنة موافقة بعد شر العبارة والسمعة ليه؟ لأنه أن يكون حسن السيرة هذه بيجيبوها من المخابرات، والمخابرات يبحثها البحث الجنائي، البحث الجنائي إذا ما لقى عليه قضايا بعطوه حسن السيرة والسلوك، بس إذا سمعته سيئة وبده يتولى مال عام، لماذا أكون أيضا محمود أن يكون محمود السيرة والسمعة والسلوك؟ ثلاثة، مش فقط ما يأتيني من البحث الجنائي إنه هذا معناه مش قضايا، يا ما في ناس معناه مش قضايا ومجرمين عتاب مجتمعنا، ليش أطفي الشرعية على هؤلاء؟ ثانيا سيدي، يعني مع الاحترام إنه الشركات التأمين قاعدة تغول على حقوق المواطن، يعني شركة تأمين قلت إنه الإدارة والتجارة تجتمع، أنا سحب الصلاحية شركة تأمين كانت تغطي الحاج الواحد 100,000، الان بندفع شركه تامين 20,000، الباقي مين تعرف ما بدفع السائل وين صاحب المركبه وتتدمر اسر، يعني واحد انحكم 200,000 وهذا اقل شيء في المحاكم، شركه تامين بتغطي 20,000
ومعنا من 3000 والباقي بتدفعه السائل اللي مش لاقي ياكل 80,000 او 100,000 دينار بصير مش عارف. ولذلك تغور الشركات التامين على هذا الحق مرفوض. ثانيا نقطه نظام يا معلم، بعض الاخوان يقول نقطه تسلل، وهذه نقطه يعني النظام اللي عندنا هو نقطه نظام تسلل بموجب القانون ومحكمه امن الدوله قانون العقوبات التسلل يعتبر جريمه. فاتمنى منا ان لا نستعمل عمم في الكتله اول شيء بعدين شرب عمم، وانت اول واحد تجيني من الشرب وعبر بعد مرة تكون بنقش الموضوع وتسمع علي موضوع يا ريت كل المخالفات زي وانا لهذا السبب لانه يا ريت كل المخالفات كرمالك كرمالك ابو عمام الله يطول عمرك تسلم يا سيدي. والله انا بظل على قوانين صلاه الفجر الحمد لله لمصلحه الحق العام، ولذلك طيب. ملاحظاتي يا سيدي طيب احنا بنحترمها وتدري نقاشنا ملاحظاتك. شكرا سيدي شكرا. هناك تداخل واضح مع قانون الشركات حتى فيما يتعلق بمواصفات رئيس الشركة. هنا في إرباك واضح في أكثر من مادة توزعت هذه المؤهلات، هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية مبدأ الجوازية بقولنا يجوز للبنك المركزي يتناقض مع مبادئ الإدارة والحوكمة، فأقول يحدد ولا أقول البنك المركزي، وأرجو أن ننبه لهذه الملحوظة الدقيقة في رأيي، وليس البنك المركزي وإنما نعود إلى مجلس الإدارة هنا. أيضاً أود أن أسأل سعادة الدكتور خير المحترم عن موضوع حسن السيرة أو أن يكون حسن السيرة والسلوك أو السمعة، هل المقصود السي في ها هنا الجانب الفني أم الجانب الأخلاقي؟ قد نذهب إلى جانب السمعة في الجانب الأخلاقي وحسن السيرة تفاصيل السيرة الذاتية، لكن أعتقد أن المقصود غالباً حسن أو حسن السيرة والسلوك، والسمعة في رأيي أهم من السلوك. قد يظهر السلوك ولكن السمعة والسؤال عن موظف في مركز حساس ها هنا لابد أن يكون لها قيمة خاصة مع الاحترام للجهود المقدرة. شكراً. أنا أقول إذا أولى من باب أولى إذا كان مدير أو موظف في الشركة نفسها، لأنه هنا في إذا كان الشركة نفسها تكون الخطورة أكثر من باب توجيه القرارات للمنفعة الخاصة والمنفعة الشخصية. لهذا أنا أقترح أن يكون في مطلع النص في مطلع الفقرة إذا كان مديرا أو موظفا في الشركة نفسها أو في أي شركة تأمين أخرى. وشكرا. حسن السيرة والسلوك أيضا كما أسلف الزملاء وأضم صوتي لصوتهم بأنك نبقي مع تقديري بجهد اللجنة أن نبقي على السمعة، أي تبقى حسن السيرة والسمعة والسلوك أيضا، لأن هذا مال والمال يجب أن يكون الشخص المتصرف به أهلاً للثقة من جميع الجهات. أما فيما يخص من البند الثاني أيضاً فقرة جيم أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديراً عاماً أو مديراً مفوضاً فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة. أضيف هنا أن هذا الشرط جيد، ولكن يجب أن أيضاً أن يحرم من عضوية المجلس الإدارة كل من هو عضو في نفس الشركة أيضاً. إضافة يعني أرجو من زميلي سعادة رئيس اللجنة أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. شكراً سيدي. المداخلة بعد أن أترحم على الشهيد محمود الناعم الذي رفعته جرافة الاحتلال بأسنانها في صمت مطبق من كافة رجال الحريات العامة ومن يدعون الديمقراطية. بالنسبة أن يكون حسن السيرة والسمعة تحدث جميع الزملاء، ولكن لأقتصر الأصل في الإنسان يتمتع بسمعة حسنة، ولكن في بعض الأحيان وعلى سبيل الاستثناء تكون السمعة سيئة بالرغم من عدم وجود إسباقيات جنائية. فحسن السمعة الخلق الصبر الأناء التحمل يختلف كليا عن عدم وجود اسباقيات جنائيه، وحسن السلوك وطيب السمعه شرط اساسي من الشروط الجوهريه في اشغال اي وظيفه عامه كنائب او وزير او مدير او كذا، فالاخلاق اهم شيء، وانا مع قرار مع كما ورد من مشروع القانون. الماده باء واحد جاءت لتعطل قانون الشركات
فيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الاداره. لماذا ذلك؟ لانه ببساطه قانون الشركات بيقول انه اعضاء مجلس الاداره الحد الادنى هو 5. طيب احنا اليوم بقانون التامين طلبنا في مواد سابقه نشكل لجان للترقيم ولجان الحوكمه، وهذه اللجان بموجب التصويت اللي على الاعضاء المستقلين عدد الاعضاء فيها 3 اعضاء. فاذا كان مجلس الاداره من قانون الشركات وكان عدد الحد الادنى من اعضاء مجلس الاداره 5 اعضاء، الحقيقه لا نستطيع تشكيل لجان المجلس، لا نستطيع لجان التطبيق ولجان الحوكمه ولجان الترشيحات اللي تتطلب كلها ان يكون هناك اعضاء مستقلين الحد اللي فيهم الادنى فيهم 3 اعضاء. ولذلك كان يعني من الضروره ان نمكن شركات التامين من تشكيل اللجان وفق متطلبات الحوكمه وعدم وجود اي تعارض في عضويتها. فيما يتعلق بعمر 25 سنة، الحقيقة اشتراط 25 عام جاء لضمان توافر الخبرات اللازمة لإدارة شركة التأمين، والتي تعد شركة مالية. شركة التأمين بالنهاية هي شركة مالية، وتتطلب حد أدنى من المؤهلات والخبرات المتخصصة في الحق المالي أو القانوني، والتي يصعب توفرها فيما دون ذلك. إذا قلنا عن 21 سنة بكون مش متخرج من الجامعة. طب واحد بده يدير شركة تأمين وهي شركة مالية وبيدخل في لجان حوكمة ولجان ترشيحات، وقد يكون التأمين يتحدث عن تأمين الأمن السيبراني وما يكونش خاص على بكالوريوس. الحقيقة يعني عمر 25 جاء بهدف توفر يعني ضمان توفر الخبرات. سيد الرئيس، يعني ورد كثيرا في هذه المادة وفي مواد سابقة الحديث عن أن البنك المركزي، وقال ساعات النائب أحمد الرجل أن البنك المركزي هو لا يتخذ قرار لأنه يعني مباني وكذا، فلازم مجلس إدارته. الحقيقة الشخص المعنوي دائما يقوم بالتعبير عن إرادته من خلال تمثيله. ويروحنا عن المادة العاشرة من القانون البنوك أو المادة الأولى من قانون البنوك بتقول يتولى إدارة شؤون البنك المركزي المحافظ واثنين من نوابه. وأيضا تقول المادة 10 منه أنه البنك المركزي يقرر فيما يتعلق بالأوراق المالية، مثلا يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية. فإذا هذا النص ليس جديدا وليس مبتدعا، ورد في كثير من القوانين السائلة التي ناقشناها. ولذلك سيد الرئيس يعني موضوع حسن السيرة والسلوك، ليش أو السمعة، ليش طبنا السمعة؟ أن حسن السيرة هو على الأجهزة الأمنية ويجيب شهادة حسن السيرة والسلوك، هذا شيء متفق عليه. لكن لما نقول حسن السلوك هذا حكم تقديري ولا يبنى على مؤشرات متعارف عليها، مما قد يعني يكون هناك تغول من إدارة البنك المركزي في حرمان بعض الأشخاص الذين يحصلوا على أوراق رسمية من حسن السيرة والسلوك وتحت هذه السلطة التقديرية. شكرا سيد الرئيس. ألا يكون عضوا في مجلس إدارة في شركة تأمين أخرى أو مديرا لها، وكانت الملاحظة أن من باب أولى أن يكون أن يطبق هذا الشرط على العضو في نفس الشركة. وأحب أن ألفت الانتباه إلى أن المادة 22 من نفس القانون تغطي هذا الجانب، بحيث أنه لا يجوز أن يكون أي شخص له صفة تنفيذية عضوا في مجلس الإدارة، فالملاحظة في محلها. ولكن المادة 22 من نفس القانون تعالج هذا الأمر. آخر شيء فيما يتعلق بترتيب الفقرات جيم ودال وها، أعتقد في وجاهة اللي اقترحه سعادة النائب ربما سهوا أخطأنا في الترتيب، ولكن المنطق سليم، جيم ودال وها يمكن إعادة تقييمهم بكل أسف. وشكرا. نصت الفقرة دال يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين. يعني هذا النص نص غريب عجيب سيد الرئيس، وهذا النص غير موجود في مجمل القوانين المقارنة في هذا الخصوص. وإذا كان في هناك مبرر فياريت يعني الإخوان يحكونا ما هو المبرر من الحصول على موافقة البنك المركزي حتى يصار إلى تعيين أي موظف رئيسي، وما هو المعيار ومن هو الموظف الرئيسي المقصود؟ مثلاً مدير الامتثال، مدير المخاطر في شركة التأمين، هذه الوظائف الرئيسية لها دور رئيسي جداً في المحافظة على حقوق المؤمن لهم في شركة التأمين، لذلك يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي حتى نتأكد أن الشروط الواجب توفرها في هذا الشخص قد تحققت قبل أن يستلم مسؤوليات الشركة. طيب خلينا نصوت على المادة. شطب كلمة 7 نبيل الشيشان واستعرضنا في 9 لم ينجح. 5 زملاء. وفاء إضافة عبارة مع مراعاة التوازن بين الجنسين.
لم ينجح المقترح. 6 عالية شطب الفقرة ب بس وعماد جمالك الإبقاء على النص كما ورد اللي هو نفس أبو عماد يعني ما نجح المقترح. الإبقاء وأحمد رقم معكم وإبراهيم والسيد نفس الشيء. الآن بركات العباد إضافة أن يكون حسن السيرة والسلوك بدل السمعة وذلك تأييدا لنص المادة 19 الفقرة ال منها التي تؤكد هذا المعنى. لم ينجح. 5 شطب آخر الفقرة من عند ما لم تكن شركة اللي هو أيضا بركات تأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة. أي يطالب أن لا يكون عضو في مجلس آخر لشركة أخرى وحتى لو كانت تابعة لنفس الشركة. لم ينجح. مصطفى العساب ليس لو كان موظف في شركة تأمين أخرى بل حتى لو كان في شركة في الشركة نفسها. لم ينجح. بس انتم. يتم إبلاغ البنك المركزي عن ترشيح أي شخص عضوا أو ممثلا من عضو في مجلس إدارة شركة التأمين. عبد الله كريم. لم ينجح. من مع قرار اللجنة يا أخوان؟ المادة 18 ولا الذي المادة 19 عم نطلع موافقة ألف موافقة بعد. أولا شطبة كلمة كان واستعاضها بعبارة ما زال. ثانيا إضافة عبارة ولم يرد إليه اعتبارها إلى آخرها. باء موافقة. أنا بقول لو مشاور الآن إلى الترتيب يكون أفضل. أنا بقول المادة 19 لك حق. طيب المادة 19 يعني العبارة أو كان خاضعا هو اللي بتطالب اللجنة إنه تشطب وتصير يعني بمعنى ما زال. طب ما هي أصلا العبارة تعني المطلوب مطلوب اللجنة. العبارة أو كان خاضعا تفيد المعنى ما زال يعني لما تقول زي كان أو كان خاضعا حاليا يعني اللي بيقصده اللجنة واضح في العبارة اللي موجودة في مشروع القانون أو كان خاضعا. لذلك أنا أرى يعني تشطب قرار اللجنة ونعود إلى القانون لنصه الأصلي. مشكور. أنا بعتقد مجلس الوزراء ما أقر هذا المشروع أقر بعهد الحكومة السابقة. في كثير من المصطلحات كلها ترجمة جاءت في هذا المشروع. مهم شاقة على رئيس اللجنة وبشكر على كل الجهد اللي قام فيه. هذا القانون عطل كل الأحكام اللي واردة بقانون الشركات أو الغالبية العظمى من الأحكام الواردة بقانون الشركات وتحديدا فيما يتعلق بمجالس الإدارة فيما يتعلق بتصفية الشركة التأمين ووضع هيمنة كاملة للبنك المركزي على هذه الشركات. نحن مع رقابة البنك المركزي لأننا ثقة كبيرة بهذا البنك وإلغاء الهيئة التي كانت تشرف على شركات التأمين. فيما يتعلق أخي خير بنقطة وهي الغايات الصياغة القانونية فيما يتعلق صدر بحقه حكما قضائيا قطعيا بجنحة لأنه هاي في بعض القوانين بعد تحديدا قانون الانتخاب في المحاكم أحدثت لبسا عندما لم يقل قطعيا يعني بمجرد صدور الحكم من الدرجة الأولى يعتبر حكم ولكن هذا الحكم لم يبت به بشكل قطعي قد إنه محكمة الاستئناف تفسخ هذا القرار وتعود عن هذا القرار. أنا بشكر اللجنة وبأيد كل العبارات اللي وردت بها لكن أخي خير مع إضافة صدر بحقه حكما قضائيا قطعيا فإضافة كلمة قطعي أي أنه تم المصادقة عليه من المحكمة العليا وأصبح نافذا أي ليس صادرا عن درجة واحدة من درجات التقاضي. هذا لغايات العدالة يعني. شكرا. أنا طبعا بتفق مع زميلي عبد المنعم فيما يتعلق بالحكم القطعي أو النهائي ولكني أيضا أجد بأنه كان أصح لغويا وتفيد المعنى وهذه المادة ليست يعني جديدة علينا ودائما يتم استخدام كان خاضعا لإجراءات الإعصار أو خلافه فبالتالي أنا أجد بأنه بما أنه خبرها وارد هون كان فالجملة واضحة ووافية وأفضل من كلمة أو فعل ما زال
الأمر الثالث اللي بحب أشير له إلى أنه اللجنة أدعت بإضافة ولم يرد إليه اعتباره، لأن هذا أمر مهم جداً ويدل على أنه أيضاً هذه يعني ليس حكماً مؤبداً ونهائياً إلى نهاية العمر، وإنما في حال لأنه هيك النص إجا، لكن في حال رد الاعتبار يتم يعني. فأنا أتمنى من الزملاء أن نوازن بين كافة المصطلحات أو كافة المقترحات، يعني ما جاءت به اللجنة جيد فيما يتعلق برد الاعتبار، ثم نبقي على مشروع القانون فيما يتعلق بكانة ومقترح الزميل فيما يتعلق بالحكم النهائي والقطعي. وشكرا. مع الاحترام لجهود اللجنة الموقرة، هذا يخالف أنظمة الحوكمة والقياس، لأن هذا التقدير غير منضبط، هذا أولا. الملحوظة الثانية، إضافة نوعية قامت بها اللجنة ولم يرد إليها اعتباره باعتبار التوازن وعدم اغتيال الشخصيات، لكن لا أراها منسجمة تشريعيا مع الفقرة باء، وبالتالي أقترح إبقاء هذه الإضافة تحت بند خاص بها. مع كل الاحترام، شكرا. بالنسبة للجراد، يعني وزير الزراعة فهمنا على الجراد وين صار؟ ما في جراد ولا في أي شيء، ما في جراد. أنا هنا بجاوب عن وزير الزراعة، ما في جراد والفكر عندنا وما في شيء، بتدور على شيء يا رجل. هناك فرق بين القرار والحكم. هنا ورد في المادة 19 صدر بحقه حكما، الحكم لا يمكن أن إلا أن يكون باتا قاطعا عنوان الحقيقة غير قابل للمراجعة، ولكن القرار يقبل الطعن، فما يصدر عن محاكم الموضوع بالدرجة الأولى أو الثانية هذا القرار لا يكون، قد لا يكون، قد يكون حكما غير قابل للمراجعة، وقد يكون هذا القرار قابل للمراجعة. فإذا ما تم مراجعته من المحكمة الأعلى وأصبح قطعياً يوصف بأنه حكماً باتاً عنوان الحقيقة. المسألة الثانية حقيقة التي وردت في البند الأول من المادة 19، يعني لا أدري كيف يمكن أن يشترط لأن يكون عضواً أن لا يكون أن صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة. اللي بينزل على الانتخابات بيكون مطلوب الشرط غير مخلوب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأدب مدة تزيد عن سنة. هون أي حكم يصدر مهما كان حتى لو كان اليوم هو غير يفقد الحقيقة العضوية أو لا يجوز أن يكون عضوا. فالمقترح أن يكون إلى أي شخص صدر بحقه الحكم بجناية أو جرحة مخلة بالشرف والآداب وليس الأمانة، لأنه لم يرد الحقيقة هذا التعبير في التشريعات العقابية، أو حكم بجناية أو جرحة مخلة بالشرف والآداب مدة تزيد عن سنة. شكرا. وتوافقنا على إضافة كلمة قطعي بعد حكم قبل أن نبدأ هذه الجلسة، فنحن متفقين مع المقترح الذي جاء به أسلم. فيما يتعلق بكلمة كان وما زال، حقيقة دار حولها نقاش كثير في اللجنة، وبأمانة وبكل وضوح يعني كلمة كان صدر تفسيرات كثيرة حولها، وبالتالي كلمة ما زال في هنا في هذا المحل تأتي الحقيقة قاطعة لأي شك حول هذه النقطة. الإبقاء على نص اللجنة بفقرة كان خاضعا كما هو، فعبارة كان خاضعا تعني أن الخضوع القائم أي ما زال قائما وهي أبرع مما زال، فلا لزوم لما ذهبت إليه اللجنة من شرط كلمة كان وأن يستتر بها كلمة ما زال. عبد المنعم شطب عبارة حكم من جنحة من فلة بالشرف والأمانة؟ لا؟ مليته؟ طيب إذا يعني مقترع مع تبني اللجنة، من مع قرار اللجنة؟ أغلبية. المادة 20 عن مطلع موافقة، ألف موافقة، لا موافقة. إذا قرر المجلس تنحيته من عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الشركة. إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس، طب ليش بكرر؟ وهو المطلع ثابت واضح إن فقدان العضوية. لذلك أنا مع إعادة الصياغة، يفقد عضو مجلس إدارة الشركة التأمين عضويته بقرار، ألف كما هي، باء بقرار من المجلس لأسباب مبررة.
يعني اختصار واعاده للصياغه. شكرا سيدي الرئيس. عبد الله عكايلي لاعاده الصياغه على نحو التالي: اذا قرر المجلس تنحيته من عضويه او رئاسه مجلس اداره الشركه. ودرجتم في باء 20 بقرار المجلس ليس صور تحت. مجمع قرار اللجنة هو المادة 20 الربع. مادة 21 موافقة. أن يكون عضواً أو رئيساً في مجلس إدارة شركة التأمين الأخرى شريطة إبلاغ البنك المركزي خطياً بذلك. أعود وأكرر أن اشتراط موافقة البنك المركزي المسبقة على كل كبيرة وصغيرة في هذه الشركات يعني تبعية هذه الشركات للبنك المركزي كأنها دوائر فيه. لا يجوز. نكتفي فقط بإبلاغ البنك المركزي وليس موافقته الخطية سلبا. شكرا. كل شركات المساهمة العامة سواء كانت شركات تأمين أو بنوك أو غيرها لا يجوز لأي دولة تحترم نفسها أن تخفف الرقابة على هذه الشركات، لأن هذه الشركات لا تتعلق بأصحاب رأس المال فقط وإنما تمس كل بيت أردني. أنا مع هذا القانون بمجمل ومع كل هذه السلطات الرقابية للبنك المركزي، لأنه أنت بتتكلم عن شركة تأمين، تتكلم عن شركة تأمين في طرف ضعيف مهم جدا وهو المتأثر أكثر من شركات الأكبر من شركات تأمين وهو المؤمن له. لذلك أنا ضد من يقول إنه أنا أرجع إلى أحكام قانون الشركات الأحكام العامة على مبنى متشددة، أنا بحاجة إلى أحكام متشددة أكثر ولرقابة أكثر من البنك المركزي على هذه الشركات. وشكرا. إذا المقترح الدكتور عبد الله عكايلي يجوز لمن سبق له إشغال عضوية بمجلس إدارة شركة التأمين أن يكون عضوا أو رئيسا في مجلس إدارة شركة التأمين أخرى شريطة إبلاغ البنك المركزي خطيا. لم ينجحوا. من مع قرار اللجنة يا إخوان بمجلس 21 الذي مادة 22 ألف المطلع موافقة 1 2 3 غير 6 موافقة باء موافقة جيم موافقة. هنالك إرباك في السطرين الأخيرين من هذه الفقرة، أرجو من رئيس اللجنة أن يبينه ببساطة لكل أعضاء المجلس حتى يعرفوا على ماذا يصوتون. من صلة قرابة أو علاقة نسب أو زواج بمن؟ أحيانا يكون بمدير عام الشركة وأحيانا يكون بالعضوية أعضاء مجلس لذا فهذا النص مربك، ارجو ان يوضح. شكرا. هؤلاء الموظف الرئيسي اذا اردنا تعيينه في هذه الشركه شركه التامين يجب ان لا يشكل ذلك تضاربا مع رئيس مجلس الاداره او اعضاء مجلس الاداره او اي مساهم رئيسي. المساهم الرئيسي تم تعليمه وقد قامت اللجنه بتعديل مساهمته من 5% الى 10% حتى لا يكون هناك جور على الموظفين في هذه الشركات فمنحنا مسافه افضل. فالسبب في ذلك هو اجراء يعني ضمان الحوكمه وحتى لا تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالي والاداء المالي لشركه التامين. لا بهذه ولا بالشركه هذه حق المستشار القانوني، يعني المستشار القانوني ممنوع في قانون نقابه المحامين يمارس اي عمل تنفيذي، واذا مارس العمل التنفيذي فيصبح اسمه يرفع اسمه من سجن المحامين المتراوحين. ولذلك في هذه الشركه التي انا فيها مستشار قانوني يحضر عليه، وانا اخوان اللجنه معطينه شرعيه، معطينه شرعيه في الشركه اللي هو فيها وحرموه من الشركات الاخرى. ولذلك انا اقتنع كلمة عباره المستشار القانوني. لانه بالتالي القوانين كمان كثيره وإلها مهمه وبدنا اياها. فاما ان نحدد بالمتداخل دقيقتين او ما تراه مناسبا مع الرئيس وما يراه المجلس الكريم مناسبا. اما انه يعني تخفيف التخفيف ولا عقل ما تقاعدين تقعد ساعه بالضبط. يعني قبل ما نصوت على الماده مقترح ابو فيصل تحديد الوقت، هل يوافق المجلس على تحديد دقيقتين بالحد الاعلى لكل مداخله؟ يوافق المجلس؟ اذا الاغلبيه شكرا. معناته تحدد دقيقتين لكل مداخله وتشكر. الان نصوت على الماده 22 مقترح قرابه الصياغه، هذه الصياغه مبركه وغير مفهومه خاصه السطرين الاخرين منها، يعني ما في شيء نصوت عليه. من مع قرار اللجنه بالماده 22؟ برفع الايدي يا اخوان. الماده 23 موافقه بعد اولا اضافه
الاعتبار اذا قدم رئيس واعضاء مجلس الاداره شريك تهديد استقالته قرارك ما فاعله. ثانيا شرط العباره شريك تهديد مستعار عنها من كلمه الشريك. سيد الرئيس النظام الداخلي يعني حصيله يعني طرفين للتشريع المجلس وشخص جلاله الملك. الان يعني قول المجلس سيد نفسه بما لا يخالف النظام الداخلي، وبالتالي تحديد دقيقتين يعتبر تنظيم عمل تنظيم عمل ليل. يعني العمل لما بنحكي عن انه بدون خمس مداخلات على كان وما زال على وجاهه المقترح سيدي، وانا يعني عمليا ما عندي مقترح جدا طرحته، لكن يعني مع كل الاحترام والتقدير هذا المقترح يخالف النظام الداخلي. لا المجلس وافق عليه ومشت الامور دقيقه ما بخالفه ولا الماده 23. الماده 23 انا ارى ان النص الوارد في المشروع ابلغ واشمل، ولم ارى في اضافات اللجنه اي شيء او اي اضافه نوعيه اطلاقا. بالعكس النص الوارد في المشروع ابلغ واشمل. انا مع النص الوارد في المشروع. شكرا سعادتك، وانا في اقل من دقيقتين اجد بانه صار في تعداد باضافه اللجنه مع الاحترام والتقدير لها، واشارت الى احد حالات فقدان مجلس الاداره لنصابه، وذلك بحاله استقاله الاعضاء او الرئيس معهم، فبالتالي النص الاصلي يفي ويشمل هذه الماده، ولا حاجه الى ان ندخل في مثل هذه يعني الاعتبارات التي تفصيليه وردت في قرار اللجنه. انا مع ان نشطب قرار اللجنه ونعود الى مشروع القانون وشكرا. لم يعرف مجلس الاداره كما ورد في الماده 18 عليه اول هو يضع السياسه العامه ويقوم بالاشراف على شركه تامين ويطبق قوانين الحكومه. اذا انا بدي اجيب الان لجنه مؤقته بخلي المؤقت اللجنه المؤقته هذه تتولى اداره التامين، وبدي اعمل ادعو لهيئه اجتماع عام لانتخاب مجلس بالشرط كون حاطين لا تزيد على 90 يوما، بدي اتركها 90 يوم واقول لك 90 يوما هاي طبعا مده كثيره هاي. كمان هاي 90 يوم قابله للتجديد، اذا ممكن يصير مع هي 80 يوم وبدي اتحمل كل التكلفه هاي الماديه شركه التامين اللي تدفع اسعار اللجنه المؤقته التي حددت. فانا اقترح ان يكون 30 يوم بدل 90 يوم والعوده لنص المشروع الاصلي. شكرا. لو وضعنا قرار اللجنه في المقدمه في مطلع الماده بس سعاده رئيس اللجنه فنشوف. خلينا نحط قرار اللجنة في المقدمة وندمجه. إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالاته أو فقد مجلس إدارة شركة التأمين، هنا لغويا أصبح تكرار شركة التأمين فقد استقالته، فأنا هنالك مصطلح أو هنالك تعديل فقط تجويدي من ناحية لغوية والصياغة اللغوية. إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالاته أو فقد المجلس إصابة القانون لأي سبب كان، يعني حتى لا يكون هنالك تكرار، شركة التأمين قاعد تتكرر بالسطر الواحد وراء بعض مرتين، فبالتالي الصياغة اللغوية أنا هذه بس إن شاء الله. المصطلح التأمين يصبح كما يلي: إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالاته أو إذا فقد مجلس إدارة الآن هذه شركة التأمين، انتبه في قرار اللجنة ثانياً تم شرط شركة التأمين، فبالتالي إذا فقد مجلس إدارة الشركة بصارة، وبالتالي يصبح الكلام مستقراً، وأرجو من الزميل المحترم صاحب وداخل، شكراً. عندي مقترح واحد من جميع المتحدثين عبد الله العكالي وفاء بن مصطفى وعلي أبو هلي، هو إلقاء على النص الأصلي كما ورد في المشروع القانوني. من مع مقترح الإلقاء على النص الأصلي؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنه؟ اغلبيه. قرار 24 المطلع موافق على العقد السياسي التي يصدر في النص التالي: يصدر المجلس التعليمات المنظمه لعمل شركه التامين بما في ذلك تنظيم وتعديل ما يلي من الف الى كاف موافق. كان عندي 11 مليار وراء الحزام، يعني ليس سهل في اموال وغيرها، بينما ارتأت اللجنه مشكوره لوضع يصدر المجلس التعليمات المنظمه، طب والمجلس اصدر التعليمات، اين الالتزام هنا؟ فانا اطالب بالعوده للنص الاصلي، شكرا لكم. ان ما قامت به اللجنه في مطلع الماده من تعديل لا يتوافق البتة مع قصد المشرع ولا متغاه في هذه الماده. جاء التعديل يقول بعد إعادة صياغتها يصدر المجلس التعليمات، ما هو يا صديقي إذا ما عدنا إلى صلاحيات المجلس الواردة في هذا القانون
بقول ان من مهامه اصدار التعليمات. لماذا نعود مره اخرى لنقول على المجلس ان يصدر التعليمات مره اخرى؟ ما هي صادره اصلا في صلاحياته. لذلك انا مع العوده الى النص الاصلي في المطلع سعاده الرئيس فقط، لان الغايه من هذه الماده هو التزام الشركات بالتعليمات التي اصدرها المجلس. المجلس اصدرها خلاص انتهينا ضمن صلاحياته. شكرا سعاده الرئيس. شكرا. علي قليل ابقاء النص كما ورد في مشروع القانون. من مع مختار علي قليل؟ جميل. دكتور مصطفى ياغي المقطع الالتزام بالتعليمات هي الغايه في اداره النص غير الفريق او اشجارها تعديل اللجنه. عوده النص الاصلي. جميل. ما هو اقتراحنا. من مع مقترح مصطفى ياغي؟ جميل. من مع قرار اللجنه؟ اغلبيه. مقرر. مادة 25 موافقة على شرط الإدارات الإدارية. نص أصلاً اللي جاءت فيه الحكومة بتقول تلتزم شركة التأمين بالتعليمات المتعلقة بأعمالها السابقة. النص الغاية منه هو إلزام شركات التأمين. إجت اللجنة كلمت الآية قالت يصدر المجلس التعليمات. طيب ماذا بالنسبة لنطاق التزام اللجنة؟ لذلك أنا مع مشروع الحكومة وليس مع قرار اللجنة كما قال السفير. يعني نقطة في غاية الأهمية أرجو إعادة التصويت عليها. ما بقدر أعطيكم إذن بدكم تعيد التصويت تحط 10 صوت بعدين. إخواني أنا هسه بدي أناقش المادة 25 لن أصوت إلا إذا كان في انتصار. فالأمانة العامة إخواني اللي بيصلوا كمان بعد الصلاة يرجعوا هون أصبحوا. تفضل يا المقرر. المادة 25 موافقة على شرط العبارة والإدارية. ثانيا سيدي كنت أتمنى على الرئاسة رئيس المجلس انه انا عملت ملاحظه على محامين مستشارين القانون، يعني اطلب الشرعيه على بقائهم، راح يصير تنازع في القوانين بين القانون وكان محامين هذا بس. وانا كمان اللي اقتراح انه ما في بالفقه التشريعي ما في يقول مشروع واضع التشريع، المشرع هو الله، الاصل انه واضع التشريع. أما فيما يتعلق في التعديل هل اللجنة إداريا هل يعتقد أنه في مؤسسة كاميرات تتوجه على الربيل الربيل سعادة رئيس لجنة النقل والسياحة تفضل. لا يمكن أن يكون هناك جهازا أو هيئة فنيا ولا يكون فيها إدارة. لا بد انا مع شرط اداريا وجهازا فنيا وتخصص جهازا فنيا واداريا متكلم لانه مش معقول فني وزراء فنيين مختصين لكن بيفشلوا اداريا وباداره مرافق الدوله. ودليل على ذلك ما يجي اليوم من اتفاقيه الغاز وغير اتفاقيه الغاز ومشاريع البترول. شكرا. من الضروري ان يكون هنالك تخصص في الجانب الفني وهذا اللي اعطته اللجنه، وانا لا اجد نفسي الا متفقه مع اللجنه في ان نخفف على شركات التامين من تعيين اجهزه اداريه منفصله، لانه العمل الاداري في قواسم مشتركه بين كافه انواع التامينات، بينما الجانب الفني هو الجانب المتخصص الذي يجب ان يكون فيه هنالك تخصص. فأنا بسحب اقتراحي لصالح قرار اللجنة وشكرا. طبعا المادة اللي انت جاءت على شركات التأمين المرخص لها هي ان تلتزم بان يكون هناك جهاز اداري او فني، يعني كانه من ضمن مقتضيات شروط شركة التأمين او التنفيذ لها ان تخصص جهاز اداري جهازا اداريا او فنيا. هلا جاءت اللجنة الكريمة باحترام الرأي طبعا انه حدثت كلمة اداريا وافقت على الجهاز الفني. الأفضل أن يبقى في النص الوارد في المشروع أن يتم تخصيص جهاز إداريا أو فنيا، وهذا يعني ليس فيها إضافة ولا استزادة، بالعكس هي تأكيد الموضوع الإداري غير التخصص الفني. شكرا سعادة الرئيس. احنا تواصلنا مع الشباب هم حاطين إعلان المنصة الوطنية للتشغيل. الناس قاعدة تحكي معانا على أساس إنه هذا الموقع غير مفعل. هم نازلين اعلانات على التلفزيون
وعلى وسائل التواصل، وبكل أسف هذا الموقع غير مفعل. احنا بدنا من الوزير المعني انه يبحث هذا الموضوع حتى يتمكن شبابنا من تقديم طلبات. العالم اكل من النصاب ما عليك خليك، وهي عنده وقوف. انا ما بدي اصوت غير قانونيين، ما بدي تصويت تكون غير قانونيين، ما راح اصوت نتيجه صار. احكي مقترح، مقترح شطب الماده مضمونها يمكن ان يتم بموجب نظام او تعليمات تعدل هذه الغايه. لدينا نوعين من التامينات، التامين على الحياه والتامينات العامه. بدي استرعي اهتمام الزملاء انه حجم العمل في الاردن على التامينات على الحياه 15 مليون. وعندنا 15 مليون دولار. وعندنا 28 شركه تعمل في التامين، يعني حجم الشركه الواحده، نصف الشركه الواحده اقل من نصف مليون دولار بالسبب. فاحنا مشان نحافظ على اهميه العمل التاميني والاداره بصيفنا، قلنا الجهاز الفني مثل اداره المخاطر يجب ان يكون هناك فصل فيه. بس الجهاز الاداري للداعين واحد للرواتب، للداعين واحد للتامينات على الحياه، وعين واحد للتامينات العامه، اذا بدعين شيء اداري تابع للموظفين، بنعين مدير هون مدير هون على حجم عمل كله بالسنه لا يتجاوز نصف مليون دولار. فالحقيقه نحن مع وجاهه الفصل بنوعين التامين، التامين على الحياه والتامينات العامه في الناحيه الفنيه مثل اداره المخاطر، الا انه الناحيه الاداريه ستكون مكلفه على الشركات وجاءت من باب التخفيف، ولكنه لا يعني اطلاقا الدمج بين هذين النشاطين كما اوضحت الزميله المحترمه. شكرا سيدي الرئيس. هناك مدير متخصص للحياه في كل شركه تامين، يوجد مدير متخصص للحياه لتامينات الحياه. وهناك طبعا التامينات العامه لتامين الحريق، تامين الهندسه، التامين الصحي، كل تامين، تامين السيارات، تامين الحوادث، كل تخصص له مدير. مادة 25 من المعلقة على النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون؟ من مع قرار اللجنة؟ مقرر. مادة 26 أعطي المقرر. مادة 26 ربطها ألف موافقة، باء موافقة، جيم موافقة، دال مطلع موافقة، واحد اثنين موافقة، هاء موافقة. في حالة إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين، إذا أدى هذا التغيير إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأس مال الشركة أو زيادة في نسبة هذه المصلحة، أي فقرة ألف، فقرة باء، شطب هذه الفقرة لتبقى الفقرة ألف على إطلاقها وتشمل الجميع، سواء كانوا ذوي القربى أم لم يكونوا. الفقرة جيم أيضا شطب هذه الفقرة، فلا يجوز الحجر على أي إجراء قانوني. دال أيضا شطب الفقرة، لا يجوز أن يخضع حق قانوني في البندين واحد واثنين إلى الإعاقة أو الحجر. فقرة هذه الفقرة أيضت كل ما ذهبته من شطب الفقرات السابقة. هذه الفقرة نسخت كل ما ورد في جيم ودال من حيث قيمة مضمون كل منها، لذا كان شطب الفقرتين جيم ودال كما اقترحت واجبا، لأن هذه الفقرة تكون للبنك المركزي أن يوافق لاحقا على كل ما تقدم، قبل ذلك كان يطلب الموافقة المسبقة. طيب ما دام أنت الفقرة استدركت على كل ما مضى، معناته كل ما مضى لا قيمة له في جيم وفي دال. شكرا. من مع مقترح معالي عبد الله العكايلة في ألف؟ طلع عند واحد. أغلبية. ثمانية. الباء، باء شطب الفقرة، من مع شطب الفقرة؟ باء. جيم شطب الفقرة أيضا، من مع جيم؟ بشطبها. شطب الفقرة دال بدال واحد واثنين منها إلا يجوز أن يمنع حق قانوني، من مع دال بشطب؟ مادة هذه الفقرة نسبت كل ما ورد في جيم ودال بحق قيمة مضمون كل منهما، إذا كان شطب الفقرتين جيم ودال واجبا كما اقترح لم تشطب. من مع قرار اللجنة في المادة 26 بألف وباء وجيم ودال وهاء؟ تفضل. في المادة 27 ألف موافقة، لا موافقة، جيم موافقة. يا سعادة الرئيس، يتم الإعلان على أن هنالك ماسح ضوئي في مطار الملكة علياء بخصوص كل القادمين إلى الأردن فيما يتعلق بحالات الكورونا.
أنا قدمت قبل أسبوعين من أبو ظبي ولم يكن هنالك أي ماسح ضوئي لفحص القادمين. الوباء عم بنتشر في المناطق المحيطة. إحنا ما بنقلل من جهود الأردن ولا جهود وزارة الصحة مشكورة، ولكن الإجراءات على المعابر يجب أن تكون شديدة. وصلتي يا وفاء، مادة قلنا 29 ما عليها اقتراحات، من مع المادة 29 بقرار اللجنة؟ رفع الأيدي. أغلبية 30 تفضل القرار. صوت الصوت. مادة 30 ألف موافقة، باء موافقة، موافقة واحد، موافقة اثنين إلى أربعة، موافقة جيم، موافقة غير موافقة. سعادة أبو عماد صار عمود اللي راح يطلع من الجلسة راح أحمله مسؤولية رفع الجلسة، هاي الكل بسمع. لن أقبل. أنا بقتنع شطر موارد قرار اللجنة بخصوص الفقرة جي. هل ننظر أي حقيقة تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية؟ وأقتنع عدم جواز أو حق البنك المركزي بأن يصدر بخلاف ذلك سنة الأحكام المصرية وقانون حماية اللغة العربية. والله يا لجنة اللغة العربية، النصوص القانونية التي توضع لم يسبق أن أقر مجلس النواب أن تكون بلغة أجنبية، حتى نعطيها للمحافظ أن تكتب بهذه اللغة العربية ويخرج الدستور ويخرج قانون حماية اللغة العربية. هل في زمن الرجل يسمع أن يقر المحافظ أن تكون بلغة أجنبية؟ النص الدستوري لا يجوز. الذي يخرق الدستور بموجب قانون منع الإرهاب يعتبر إرهاب. لا يجوز بدك تضع نص بالعربي كما يخرق الدستور وقانون حماية اللغة العربية وحط بجانبه اللغة الأجنبية، ما عندي مشكلة. هذا نص الدستور. خاف الله يا حكومة، كم تضمن المشروع بهذه الطريقة؟ ولذلك أنا أتمنى شطر هذا النص وعدم كتابة أي اتفاقية أو معاهدة باللغة العربية. كم اتفاقية الغاز قعدت 5 سنوات بيد الحكومة وبقت بمجلس النواب 2 سنين حتى يتم تجربتها. لذلك هذا النص مخالف للدستور، وأنا بعتقد ما في زميل يريد أن يخرق الدستور. ولذلك أنا مع شطر عدم جواز أن تكتب إلا باللغة العربية كاستحقاق دستوري. وحريصين على لغتنا اللي هي لغة رسمية في الأمم المتحدة. كفي وزرائنا بالترجمات بدخول العبارات على التلفزيون، بدخول العبارات كذا كذا، بدخول العبارات يجب لها تفسير باللغة الإنجليزية. من أجل إلزام كافة الزملاء بالحضور بالبصمة وربط ذلك بالمخصصات المالية كما تحدث عنها زميلنا الأخوان. أما أنك تمنع واحد الآن نخرج أنت بتعاقب الحضور والمهيصين اللي مش حاضرين ولا شايلين عن الجلسة. أنا أسحب اقتراحي على المادة 30 وشهر. بالنسبة لهذه المادة زملاء الكرام، هذه المادة تعنى بالتأمين التكافلي، وتعلمون أن التأمين التكافلي قائم على الشريعة الإسلامية. وبالتالي سؤالي المهم، البنك المركزي فيما أعلمه ليس قائما على الشريعة الإسلامية، فكيف يشرع بنك غير قائم على الشريعة الإسلامية لبنك أو شركة تأمين قائمة على الشريعة الإسلامية؟ في المادة واحد منها، في المادة ألف من هذه المادة، هناك تلتزم شركة التأمين بتعيين هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية لتكون قائمة على عملها فيما يخص الرقابة الشرعية. ولكن في آخر هذه المادة وهي رقم دال، يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتأمين أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك من أحكام وإجراءات وتعيين الرقابة الشرعية والشروط المتواجد في أعضائها. فأنا يظل سؤالي قائما زملائي الكرام، البنك المركزي ليس قائما فيما أعلمه على الشريعة الإسلامية، فهل عنده دائرة مثلاً اسمها دائرة الرقابة الشرعية وهي بالتالي التي تضع هذه الأحكام لشركات التأمين التكافلي القائمة على الرقابة الشرعية؟ لذلك اقتراحي المحدد أن تحذف هذه المادة وتبقى المواد القائمة والمعنية لشركة التأمين التكافلي تحددها هيئة الرقابة الموظفة لتلك الشركة. أنا قلت أشكر جميع الزملاء المتداخلين على هذا الفهم الدقيق، وأخص بالذكر سعادة الزميل المحترم، وليس في ذلك انتقاص، هكذا قلت أنا وهكذا أود أن أدور في ويمكن الرجوع إليه، ولم أتحدث بشيء فقط.
الأمر الثاني الذي ذكره الزميل عن اللغة العربية واعتراضه على البقرة جيم، الحقيقة سعادة الزميل أننا نناقش الآن المادة 30 وما تتحدث به أنت هو في المادة 27 التي تم التصويت عليها وانتهينا منها. يعني هذا لأن هذه الفقرة ليست موجودة الآن، ومع ذلك حتى في هذه الفقرة جيم اللي في المادة 27 شو الزور؟ الزور يكون ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية. هيك بقول. ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك، شو يعني غير ذلك؟ في بوابة السفر، واحد بده ياخذ بوليس السفر ويسافر على بريطانيا أو على أوروبا أو على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه بوالس السفر تحطها بلغه غير اللغه العربيه مشان يقروها الناس اللي هناك في المطار، الشحن البحري مثلا، تامين السايبر، هذه تحتاج لغه احيانا يعني مصاحبه للغه العربيه حتى يتم التعرض، حتى لا يؤمن لهم، حتى لا يتعرضوا الى اشكاليات عند السفر خارج البلاد. ولكن في الاردن الماده واضحه، ينظم اي عقد تامين يتم اصداره في المملكه باللغه العربيه، مع العلم ان هذه الفقره في الماده 27 التي سبق التصويت عليها. شكرا سيدي. من مع مقترح ابو عماد من اخذ موارد المشروع القانون قرار اللجنه؟ مش مقترح. علي سامحينا باقي المقترح، ما انت كل واحد عاق عليك، لا تحمش. من مع مقترح طاهر عبد الوطي؟ من مع مقترح نبيل الشام سحبوه؟ من مع مقترح تيمة هضور في شد الفترة لأن هيئة الرقابة الشرعية قادرة على إصدار هذه التعليمات لشركات التأمين التكافلي التي تنشأ فيها؟ من مع مقترح تيمة هضور؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنة في المادة 30؟ رفع الأيدي لو سمحت. أغلبية. 31 موافق. حازم المجالي. لكن أود أن أوضح للتصرف، للأسف التصرف الذي تصرف رئيس بلدية الرمثة، حيث أن أحد أبناء الرمثة توفي في حادث، لكن للأسف أنه ما قدر يطلع سيارة نقل الموتى من الرمثة، وهذا أمل اللي احنا يعني بنتقدم أنه راح نتقدم مجموعة من النواب على الديوان الملكي بتوفير سيارة نقل الموتى. أما ملحوظة سعادة الرئيس المحترم، فالحقيقة هناك مبدأ الجوازية لشركة التأمين تحويل عقود التأمين التي أبرمتها إلى شركة تأمين أخرى دون ما موافقة من المؤمن لهم والمستفيدين. هذه أعتقد ثغرة تشريعية قانونية خطيرة، وقد أدت إلى الإشكالات في الواقع المعاش أن كثير من المساهمين ببعض شركات التصفية تفاجأوا بأنهم والله مشتركين في الصهر. المشكلة يا جماعة وأسفة. تفضل يا تفضل يا دكتور أحمد. الله المستعان. نعم سأستكمل. فهذه الثغرة التشريعية تعارض الدستور والقانون الأردني، لابد من موافقة خطية من المؤمن لهم إزاء أي تصرف من الشركة أو من البنك المركزي بنقل التأمين إلى شركة أخرى. شكرا سعادتك. نعرف تماما أنه في بعض الشركات تضطر أنها تحول عقود التأمين بكافة الحقوق والالتزامات إلى شركات أخرى. أن يكون ذلك بموافقة يعني خطية مسبقة من البنك مبررة، أنا أعتقد أنه هذا شيء جيد. عندي بس ملاحظة واحدة، هلا بدنا نراعي حقوق المؤمن لهم. الآن المؤمن لهم يا جماعة في الأردن بالعقود المختلفة سواء بالحياة ولا الأكثر اللي هم بالتأمين التأمينات العامة، غالبا ما بيقدر هو يستنى نتائج فسخ عقد التأمين وعشان يسترد ويروح على شركة أخرى. فياريت يكون في حكم هذه المادة عند الطلب، يعني هو يسترد نسبة القسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من العقد عند الطلب، يعني خلص مجرد ما يكون أنا ما بدي أروح على الشركة الجديدة، أنا بدي فلوسي عن باقي المدة المتبقية وأنا بدبر حالي، يروح مباشرة ياخذ ما تبقى من باقي المدة التعاقدية ويروح يختار هو الشركة
اللي هو حر بانه يامن عندها، لكن انه تظل المساله يعني تاخذ وقت في موضوع فس يعني طلب فسخ عقد التامين. خلص يا وفاء دقيقتين مشوا. ما مشوش بس انا خلص ما الفكره وصلت. هذا لا يحترم انسانيه الانسان ولا حقوق تعاقديه. ربما تكون شركه المنقول لها لا تتمتع باي سمعه يثق بها المواطن او يثق بها المستفيد او المؤمن. لذلك لا بد من موافقه خطيه من قبل المؤمن لهم والمستفيدين على عمليه التحويل. شكرا. احمد الرجل مع شرط الماده، من مع شرط الماده؟ مقترح احمد الرجل. لم تنجح. عبد الله العكايده اضافت عباره شرط الحصول على موافقه المؤمن لهم والمستفيدين على عمليه التحويل بعد عباره تمارس سرعة التأمين ذاتها. من مع مقترح عبد الله العكايده؟ في وجود والله عنده في الأمانة عنده لو سمحت بعطيك ليش يا أمانة؟ تسعة وعشرين ستة وستين على من مع قرار اللجنة في وفاء صحتيها طيب وفاء إضافة كلمة مبررة قبل كلمة مسبقة وإضافة جملة عند الطلب إلى آخر الجملة من مع مقترح وفاء بن مصطفى؟ لم تنجح من مع قرار اللجنة في المادة 31؟ برفع الأيدي لو سمحتوا برفع الأيدي لو سمحتوا يا نظار عيسى أغلبية 32 مادة 32 ألف موافقة لا موافقة شيء موافقة لا موافقة نوح على ما جاء رسالة الزملاء فقد تم صباح اليوم تقديم مذكرة للديوان الملكي العامل لتأمين منطقة عمراوة بالرمدة بباص نقل موت شكرا من مع مقترح عبد العكايلة في المادة 32 ألف لم تنجح من مع قرار لجنة المادة 32 ألف وباء جيم رفع الأيدي لو سمحتوا يا إخوان أغلبية المادة 33 ألف موافقة بعض إضافة العبارة والعمل بعض كلمة القانون باء مطلع موافقة من واحد إلى أربعة موافقة جيم موافقة عبد المعين معودات يوجد مواد تنص على ذلك لأنه أنا بشوف بأنه إذا ما في مواد هذه المادة هي المناسبة لإضافة ذلك أنا لم أجد ما يتعلق بتعليمات الإفصاح أي حكم موجود فبدي أشوف إذا ما في لابد أنه نضيف هون أي تغييرات على اللجان والأعضاء شكرا من مع مقترح وفاء بني مصطفى في الاقتراح الذي أدلت به لم ينجح. من مع مقترح مدير العتوم خلال الشهرين بعد نهاية السنة المالية؟ من مع قرار اللجنة؟ رفع الأيدي. أغلبية. المادة 35 ألف موافقة بلا موافقة. من مع قرار اللجنة في المادة 35 ألف وباء؟ أغلبية. المادة 36 ألف على المطلع موافقة، واحد موافقة، اثنين موافقة، بلا موافقة. من مع المادة 36 في قرار اللجنة في ألف وباء ألف وباء أغلبية مادة 37 ألف موافقة باء موافقة على شرط بقرار عبارة التفصيلات والإجراءات التي يضعها مجلس المركز والاستعراض عن عبارة التعليمات تصدر جيم موافقة دال موافقة بده يصير كالتالي وفقا لتقييم يجريه البنك المركزي يجوز له وعلى نفقة شركة التأمين يعني بماذا تختلف وفقا لتقييم يجريه البنك المركزي يجوز له عن الكلمة المختصرة في البنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين فأنا بشوف بأنه المعنى متحقق والسلطة الجوازية الممنوحة للبنك المركزي في كلتا الحالتين موجودة يعني السلطة التقديرية للبنك المركزي فأنا أجد بأنه النص الوارد من قبل الحكومة أكثر اختصاراً وأوضح كثيراً لأن السلطة الجوازية موجودة بحرف اللام لحاله للبنك المركزي شكراً يجوز له على نفقة شركة التأمين تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق به
يعني طريقة الصياغة جعلت كأنه يقيم بالأول بناء على التقييم ويرجع بكلف واحد يقيم مرة أخرى بمثل هذا التصحيح. النص الأصلي نص على تقييم واحد من قبل خبير أو اكتواري أو مختص يكلف به البنك المركزي. النص الأصلي أكثر جودة مما ذهبت إليه اللجنة. شكرا سيد الرئيس. أنا أتحدث بكل صراحة بالموضوع الآن وزي ما تحدثت الأخت وفاء في هذا الموضوع. إما نرجع للنص الأصلي أو أنا بعطيك صياغة مادة صياغة لهذه المادة. أنا مع العودة إلى النص الأصلي في هذه المادة حفاظاً على الصياغة القانونية الأصلية. من مع قرار اللجنة في العودة للنص الأصلي؟ شكراً. 39 مادة 39 ألف موافقة بعد إضافة أمارة والعلم بناء بعد كلمة القانون باء موافقة. من مع قرار اللجنة في مادة 39 ألف باء؟ رفع الأيدي لو سمحتوا. أغلبية. مادة 40 ألف باء موافقة. من مع قرار اللجنة في المادة 40 ألف باء؟ مادة 41 ألف باء موافقة. ضروري يعني؟ عفينا في وحدة يا وفاء، وحدة عفينا. شكرا. من مع قرار اللجنة في المادة 41 ألف وباء؟ مادة 42. مادة 42 المطلع موافقة واحد موافقة اثنين موافقة باء المطلع موافقة بعض الإضافة تكفل بمراعاة التناسقية العقوبة على كلمة المركزية. واحد إلى ثلاث موافقة من أربعة إلى ثمانية موافقة تسعة موافقة على شرط قبض 400,000 دينار واستعراض عن الإقرار 200,000 دينار ووضع قطيع عند الإجرام. 10 موافقة 11 15 موافقة 16 موافقة 20 موافقة. لا ما فيش ملاحظات يعني كثيرة. أنا لدي ملاحظة على الباء لأنه باء بتفرض أو ترضي البنك الصلاحية باتخاذ إجراءات عقابية متعددة. أنا أجد بأنه نقيم سلطة البنك المركزي بأن نضع وفقاً أو بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، أن يكون هذا المعيار ليس انتقاصاً من حاكمية البنك في هذا الأمر، وإنما تحقيقاً للعدالة داخل النص القانوني بحيث تكون العقوبات وفقاً لطبيعة المخالفة. وفي تسعة لدي مقترح بالعودة إلى النص الأصلي بأن تكون مبلغ الغرامة نجعل الصف الأعلى يصل إلى 400,000 دينار، ما الضيق في ذلك؟ ونضع أيضاً إضافة اللجنة الحميدة هي المضاعفة عند التكرار. ما دام إحنا عندنا المبلغ المالي متفاوت كثيراً بين لا تزيد على 1,000 لا تقل عن 1,000 ولا تزيد على 400,000، فهذا يعطي البنك المركزي الصلاحية بأنها تختار أو الغرامة المتناسبة مع الوضع. فأنا بحكي بأنه نخلي السقف الأعلى عالي لأنه في بعض المخالفات تكون شديدة. أن يكون النص كما ورد في المشروع لأن بالأصل العقوبات تم تعدادها من 1 إلى 16، فالبنك المركزي واضح في النص أن يتخذ أي عقوبة من العقوبات التالية لمن يسجل مع المخالفة. التناسب بين العقوبة والمخالفة أن يتخذ إجراء أوفر، إما أن تضاف كلمة التناسب بين العقوبة والمخالفة في تعديل اللجنة أو العودة إلى النص الأصلي. سيد الرئيس. البنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر في العقوبة أو أكثر من ذلك. بتاعت اللجنة موافق اللي بعد كلمة البنك المركزي مراعاة التناسب والعقوبة. أنا بعتقد ضروري مراعاة العقوبة المناسبة. بالنسبة للآن التسعة الباء فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن 1,000 دينار ولا تزيد على 400,000 دينار. أقترح تكون 1,000 دينار لأن شركات التأمين تساهم في دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية. شكرا. رأي الشركات يعني بس للعدالة كل شيء يعني بدل بند 10 الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات. معقول على الإطلاق يجي ناس من دائرة المخابرات والجهات الأمنية لا تعطوا العقوبات وأنا أعطي صلاحية للمحافظ البنك المركزي أن يقرر ذلك دون إجهاد أصدار. أنا مع شرط البند 10 وإذا لم يشرط فإنني أوصي مع بيان أسباب الحرمان ومضرة
شو السبب؟ مين قرر؟ وشو مبادرنا حتى يصبح مجال للطعن؟ بعدين الطلب من شركة تامية مين بتنقل؟ من شركة مين شركة؟ أنا هو المدير؟ هذا تعدد إرباك وجوز يقول شركة تامية هو المدير العام أو مفوض بالتوقيع أو مجلس الإدارة، فلا بد أن يطبق النص وما ردوا علي يا إخواني إنه يعرض إلى مجلس الإدارة، لأنه هذا نص مطلق والإطلاق أو المطلق يجري على إطلاقه، وهذا النص 18 يعتبر تعسف استعمال الهب واعتداء على صلاحيات المجلس وشركات التأمين. شكرا. في أكيد عوامل أخذت بعين الاعتبار لتوزيع هذا الأمر. أنا اقتراحي أن توقع العقوبات من رأس واحدة وهو المجلس، وبالتالي جيم أن تبدأ للمجلس اتخاذ كافة العقوبات كاملة من الأول إلى الأخير وليس تجزئتها أو توزيعها بين المجلس والمحافظ. شكرا. واضح أنه في مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بالمقتضى، لكن في الفقرة 2 قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة. ما هي الممارسات الغير آمنة والغير سليمة أو العمليات في هذا السياق؟ لأن هذا المفهوم وردت على إطلاقها، وبالتالي نتحدث عن عقوبات قد تصل الغرامة فيها إلى 400,000 دينار سيد الرئيس. فيعني نرجو من الإخوان أن يوافقونا، خاصة وأنها لم ترد في التعريفات ما هي الممارسات أو العمليات غير الآمنة. وفاء بني مصطفى تعديل قرار اللجنة وما يتناسب مع طبيعة المخالفة. من مع مقترح وفاء بني مصطفى؟ هذا العتوب للبنك المركزي ومراعاة تناسب بين العقوبة والمخالفة أن يتخذ إجراء أو أكثر إلى آخره. من مع مقترح هذا العتوب؟ علي أهليل تعديل لغوي ما بعدوها فرق غرامة 100,000 دينار بدل 400,000 دينار. من مع مقترح علي أهليل؟ وين علي هي وينها؟ فكرت بعدي صالح عرموطي إضافة أن مع بيان الأسباب المبررة لحرمان عضو المجلس أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات إضافة أو شطر، هو بيقول مع الشطر، إذا مو شطر إضافة، مظبوط؟ الشطر ما مع الشطر ما حدا شطر، من مع الإضافة؟ حياة المسيني شطر كلمة المحافظ والاستعاضة عنها للمجلس، من مع مقترح حياة المسيني؟ من مع قرار اللجنة في المادة 42 في كافة فروعها؟ برفع الأيدي يا إخوان، مع قرار اللجنة؟ 43 مادة 43 أنا بدي أحكيها. مطلع موافقة، ألف موافقة، باء موافقة، فعليها الاقتراحات. من مع قرار اللجنة في مادة 43؟ مادة 44 موافقة. إذا تعرضت شركة التأمين لتغيير على وضعها المالي أو حقوق المؤمن عليهم أو المستفيدين، عجز المادة الآن المشكلة، فعلا رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيها أو مديرها العام إعلام البنك المركزي تحت طائلة المسؤولية. هذه الأوأوة إنجاز التعبير زملائي ما بتضع المسؤولية على حدا، لأنه ممكن رئيس مجلس الإدارة يفكر أن المدير العام هو لازم يبلغ، وممكن المدير العام يفكر أن عضو مجلس الإدارة يجب أن يبلغ. فهذه الأوأوة ما بتحدد المسؤولية على مين، وفي حال حصول فساد ممكن يكون كلهم متواطئين. لذلك الأصل أن نحدد المسؤولية، وأرى حصرها بواو بي اللي هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، لأنهم الأكثر سلطة على هذه الشركة. شكراً سعادتك. بسبب السيول المشكلة من مياه الأمطار التي غيرت من مسارها وأصبحت تداهن هذه القرية ولما يسببهم الفقر الشديد على سكان هذه المنطقة. شكراً. من مع مقترح ديما ظهروا في المادة 44؟ من مع مقترح ديما ظهروا؟ خليني أقرأه.
يجب تحديد على من تقع المسؤوليه في التبليغ وعدم تركها مفتوحه، فقد لا يقوم احد بذلك ظنا ان احد الاطراف قام بها، وارى حصرها في رئيس مجلس الاداره والمدير العام. من مع مقترح بمضاضو؟ استعدادنا سريع، استعدادنا سريع. 100 100 بس ما راح تنجح. 26 66 لم ينجح. من مع قرار اللجنة؟